سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تين دقيستيال كسو دوادا مركلي برامجكيني شقضا إيا شقالها برامجكينا شقضا إيا شقالها نتوضبات كان دقيستيال وحن كسو قادنا موضوع لحيرة أما كسابسا حق العيدكا أو كهدلي حير كشقالها رايدكا هي جمهورية سوماليلان حق العيدكو وحا أو كمدي هاي حقوقها كالدوان قفك شقالها إيهي وحق أو أولي هاي أما أوغي يرانيوه عدة أما قابتة أو أشقين يو يدو وليبا برامج دينا إن بضان أو كاميدا أينو كسو قادان أي غيبها كالدوان إي حقوقها أو قفكو أو يالان يو وقفك شقالها آهي هرا وحينو قصو هذا اللي حقوقها أي كاميديهين فصحيادا يصيدو كلا حقا لو يقانو حق سنداتك يوليبا حقوق بضان أو برامج دينا آد كسو براتين todobaad kan xaq al-ciidka iyo waliba xuquuqaha kala duwan ee qofka shaqaalaha ah ee maalmaha ciidda uu leeyahay ama uu helayo ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena waxaana markala sidii caadada ino ahayd inta badan barnaamijkeena shaqada iyo shaqaalaha martiin ugu ah Muqtar Yusuf Maxamed agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaanan ugu horeyn Muqtar weydii waa maxayrta حق العيد كو مركان ويجنور لنا عشر عجا إن يفهم كوجود به حق العيد محوية هي قيحتان كيسو بسم الله الرحمن الرحيم إن جودهان بهذا وسارة دور فافنت نرجع كيو عيو قلنتا كرهانا إن بهذا راديو هرجيسة سدوك على يو بنامش وسارها بنامش كان شغذي شغالها خالد محمد حسن مركورون ما هذن قينا أنت وحي كذن بيا كل ما توحنا كهذا نوع موضوع مهمة خاصو كوسابسن حق العيد يا أنت بدنو حيرك حي سيدو كرنا وطل معاي قدر كيسة هي وحكة صوكو صعب سما مركا كلي موضوع عاد بينو فافاهين دونا ما أنت وأنا موضوع عين بدنا يكسون نقطر أنتي خلافات بدنو دينا عمرك النقطة شق على هاي الأشق إياه ودحية ويعني موضوع عيدا إنه طل معاي دونا أنت بدن تدخل يسكو خلافان حرجين إن برنامج كذب إن دمان الأشق إياه هي شغاله ما يفهمان نحرك إياه وشيء تدو حن بيرسنت هاي غضب كان حيركو تنمامي هيك هذا يحق العيد إن أنت بدن سدين أجن هاي ما ينو درين سنة هاي إن غضب كا إن أفرج لبعتناد حيرك شغلها ريد كا إنه بركويس ودنا بكون لبعتن وحط تنمامي يا وحلو يغن حق العيد تسمع عن يدي هاي أول مرة غضب كشغلها لصين أيو أما أم تيسان أيو مركا أي سوق جلان مناسبة لها عيده ما عيد الفجر ده أما عيد الأضحى ده قلبا تيجوا كسوق شقق شغاله كمرو البوا واجب وأنا أول مرة لقى طلع قلنا لقى فرحيو يدو لقى غيب قادنا يد بالدقيقة عيده تدك شغالها هي قيسس كده أنت با رافن ده حنورنا كرينا وقذف شرعية سدوا كلنا جديد التهين لقى أول مرة يوم لقى فرحيو تدك شغالها هذه إنه فهني حق العيد وحويه يا حق العيد كا حق ويا لنا يا أو أي تاي إن لسيو مركين وأجنو إن شرع الشقالة. إن رنتوا سؤال مهمة وحوي وح أضف عن إن دتك أي كلام فهمان عدة وسامين كلية هاي حيرك يا حق العيد كا حق ويا لنا يا عدة عن حق العيد كا حق ويا لنا سي مركا واضح حتى نقطه. إذا وقل ميسين هالشو حق العيد كاس حير كتل مامي مركا إن سيدا وقبو قدو كسد حاد فرقدك واد حير كشغالها ريد كا كتل مامي يا إذا اللو هذيك سنة يا ملا قلنا غيو حير كان شغالها ريد كا كواسو سامين كو يالانا يو سيدا وكرنا حق ولرمان حقوقها كردوين يا شغالة يا حير كو غيحيو سيدا درتيد هدين وفافاهنو شغالها يا إذا او يالانسا حقا وحوي يكون سو سعودا شغالها ودانيقا إلا شقية ورد عالمية كورد عالمية ونقرنا ورد عن إن حرنتو هي عدة أساس يعني أهين كو تلك نور شيء يعني النوعي ما تدي بدي أنت بدنا مشاريع ده كفلية إن جوين ودن كنا قيب طلبة ده شغالها يجون حق ويا لنا يوحوي شغالها كشقية ورد ودنيك ورد تلك نور لقى أساسية ودنيك شغالها لقى شقين يعني وشغالها شو كتير هايستا هشيس وغيران مدديسو تحي لح بلاد سيدو كلا
شغالها حق ويلان يوا شغالها موادنين تا يلا شغيه هي إذا قرمة مدوبي وحوي هي إذا قرمة مدوبي شغالها الله شغيه الله بيجي قريب زمان كونه وكو عالمية كونه وحوي كو قدن كورة شو مركا كو قدن كورة شيء بحيرك سامين كلية هاي هل كو عالمي جاهنا سامين كلية هن شروع ضيئو إن قوانين تكره عالمي جاه الله قط لقليه إذا قرمة مدوبي إن سيدوك لو حق ولا شركة شغالها أو شغية شركة ده قدني جاه أما سيدوك لو شغالها أو شغية شركة ده أجنبي جاه قدنك كهول قرا وحق لو حق ويا لنا يا قف كستة أو شغالها أو قف شقة كهول قرا هسه شقية وغيران صدح بلوت وحوي خب حي مديد تكابده إن كاسن حق ويا لنا يا سقنا لو حنورا كرنا رنتي إنت شغالة يعني تلمعنا ما نشجني وعد الصحضة حق قوية لنا يسيني هشو حقوق ده مناسبة ده عيدة وحيركو تلمعوي وحقاق سيفي عمدو شرح هذي ايه نكسيس عنو ايه وحلي سويدين كرا عددك وقفكو حق ولي هيا ما ويا لنا يو ايه قفك شقالها هاي ايه محون نقونا يا يصدو كلا قورت لسيني قفكو كوديس لابدا سؤالو ادبا هديان سوكها الرعي قفك شقالها وحاو حق ليه عدد إن حق العيد أردن مشهر كيسة هاف كيسة نط كوردن مشهر كيسة هاف كوردك مط شني طون مع رمضان راهو أيه وحو هلي يا قريب كم إذا بشهر رمضان عيد كشرته قريب كم إذا عيد الأضحى أيه هلي يا مركا رنتوا حنا نكرين أنا إذا حيرك وتلمام يا محيرك وقبو كورت الغاضي يعني وحوي أما قف كلاسين يعني أيه راهو وحين غنيسا حلقة عيده سوغلان أما عيد الفتر ده هاتو أما عيد الأضحى ده هاتو حلقة هو الرئيسي حلقة دم بيستونا هديان لقوه هشين إن ما 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 بونين لبحيو مركا قاربا شركة ده أمله شقياش سمييني هالمر قفك وحديبان وإلى هذا مركا عيد اللي بعده تي هرقات إن فهمتي حيد كوه هشيان دتك يجونية يقفك كون يتسني هاي سالهانو كلا هدي عيدا لو بدينا يقول لي عيدا كلو حمي هلي شدام عيدا سالهانو كلا وحكا بدان انت هرالا سينا في عانتا هاي لكن مروبة لديدة يا وحا ويي ان قفكا انت تنلا سيو تدقلانا لغوي لها وحا لالا وحا ليدا مجرتو مركا وحا جيري كريه شيسيو هوسا وحيركا عنك هوري منين كواسو ودحين كرال شقالا هاي اللو شقي واس كواسو وحسكا عادية انت بدان ندعا هدي وفائدة إن تنك بدان كوه اللي يقفك شغالة هاي لكن تلديدة وحوي فائدة إن حير كوت المعامي إن كير مرور بقفك شغالة إن لو لقر قرطة ما هو هلا وهكاك عدد قفك حق العيدة وقفك شغالة هاي وهليو محا ساق اللقوصة لينيا إنتو نقنيو نرنتي وميلاها مران قوق بضان إكي مادان مركي نقطة لنا عابشوين كشغالة وحجر تقفك شغالة هاي مر أوقاته مشهر قودو كلية وآن كلاقي غيب سنين وحكلو جرت مر قفك شغالة هاي غاته مشهر كلاقي غيب سن أو كلاقي سن قنوين يم شهر أساسية مركا حيركو مرول بتحوق سارية يعني حقوقه هدن في عدد قفك شغالة هي كهلية وحي تاهاي وحوية مشهر كأساسية مركا مشهر كأساسية أما ميد قودو لقوده الشيء هالنوضة أما ميد كود حجرة قنوين يو حيابك لهالنوضة مرول بح حقوق داس أقل عيدك تلقو سلينة يو حي نغوني سام مشهر كأساسية كهشيان لبضلنا كاسو مركا الحقيقين كريو سيدو كرنا له تحراع اللي هي الكريم وقتك الصلاه بعضه هدي خلاف يمر كيمات حق ليت كان وليكو قد جرنا قفك ان مسلم كاين وحال ديا واي شقاله بدن واجانبي اي ودنك كا هول غلان او قاركود اني مسلمين هين مركا مخا لغا يليا حق مو يلان ايغو اني هيلان حق ليت رنتي او سؤال مهم اللي افتيجيدو قف واحد جرا دد بدن او شقاله اجانب او ديما كلا هيستا oo ka hawlgala goobahiina shaqada gaarka loo leeyahay iyo goobaha dawliga ah laakiin xeerka nisaamaynta uu ku leeyahay waa goobaha shaqada gaarka loo leeyahay sidaa darteed shaqaalaha janibka ee aan haysan diinta islaamka waxa uu noqonayaa iyagana inta in leega xeerku wuxuu tilmaamayaa cadadka uu qaato qofka shaqaalaha ee muslimka ahi in qofkan diinta kara haystana la siinayo sanadka dhamaadkiisa markaas wuxuu kaliye ku kala doonanayaa waxa weeye in وقتك الله سيني وقتك الله سيني من دوحة نغاني سعيده مركي سوقلان من دوحة نغاني سندك مركب الله معلوم لكن فائدة هيليان يحقوق دي هيليان عدد كده سكاق مدوي وانا كسيميه وهكاك حديثي انو غير ربح نوحق العيد ما دام العيد سو هذا القادني فصحيه
iyaga qudhooda uu qofku xaq u yeelanayo maalmaha ciida ama labada ciidood ee ciidul fitri iyo ciidul adxa maxay yihiin maalmahaasi waxaa jirta sidoo qabo ama tilmaamay qodobka 15aad ee xeerka shaqaalaha raidka oo ka hadla fasaxda maalmaha qaranka ka waxaa jira maalmaha qaranka oo ay ku jiraan 12 maalmood ay ku jiraan maalmaha ciidaha ama munaasabadaha ciidu ee qofka shaqaalaha xaq u leeyahay fasaxaado haddii uu shaqeeyana uu ku helo magdhow dheeraada oo u dhigmaya inta xeerka uu qeexay sidaa darteed qofka shaqaalaha ah isagoo helaya xaq ciidkiisaas maalmaha ciidaha ama munaasabadaha ciidaha waxaa kale oo xaq u leeyahay fasax dhan laba maalmood ciidiiba isku noqonaya labada ciidood marka la isu geeyo afar maalmood sidaa darteed waa waajib qofka shaqaalaha inuu fasax ahaado si uu ula dabaaldego ama uu ula farxo qoyskiisa iyo heeladiisa oo xeerka uu baneeyey inuu maalmaha fasax ahaado sidoo kalena uu helo faa'iidada xuquuqda ah ee xaqalciidka ee lagu qeexay qodobkaas 24aad ee xeerka shaqaalaha raidka ah mararka qaar waxaa jirta ugu dambeyn haddaynu isla su-aashan u dambeysa dul istaagno dadka qaar inay u haystaan maalinta fasaxa ciidaha inuu yahay 3 xisho oo dad badani ay isku qabsadaan wacyigelin ahaan ma la kulantaan arintaasi maxaanaad ka odhan lahaa runtii waa inta badan wayna soo martaa waanaanu aragnaa dad badan oo ku muransan waa 3 maalmood iyo caawiye 2 maalmood laakiin waxaa jirta wax fikir oo dadkeenu iska aaminsaynoo inta badan dhici jirta inaynu aaminsannahay ciidahu inay yihiin 3 maalmood xeerku si uu ka duwan yahay taa xeerku wuxuu qeexay waa 2 maalmood oo maalmaha ciidaha ah ciid kasta marka isku noqonaya guud ahaan labada ciidood marka laisu geeyay fasaxadoodu 4 maalmood qofka shaqaalaha markaa 2 maalmood ee hore ee ciidda maalinta koodii maalinta labaad buu xaq u leeyahay inuu fasax ahaado sidoo kale waxaa waajiba inuu maalinta 3aad shaqadiisa soo galo aada baad umahadsant waanaan mahad celinaynaa guud ahaan sida aynu sheegnay wasaaradda radio hargeysa iyo soo saaraha barnaamijkan shaqadee shaqaalaha khaalid maxamed xasan aada baad umahadsantihiin waa hagaagaad buu mahadsan yahay mukhtaar yuusuf maxamed agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda somalilan barnaamijkanii shaqada iyo shaqaalaha oo ay iska kaashanayeen radio hargeysa iyo wasaaradda shaqogelintu dhegaystayaal waa nagayntaasi tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu iman doono sidaas iyo nabadgelyo Yeah.